تعتبر بناء على تحليلك الكل انه رئيس قيس سعيد هو رئيس استئصالي ذاهب حثيثا نحو استئصال المعارضه والخصوم السياسيين؟ يعني كان تقارن ما بين حكم بن علية 23 عام مثال ضد خصم السياسي الرئيسي اللي هو حركه النهضه وسياسه الرئيس قيس سعيد اليوم في محاربه نفس الخصم، هل تعتبر انه رئيس قيس سعيد استئصاليا؟ ما نعرفش التصنيف هذا التوصيف هذا هو دقيق ولا لا، ولكن في كل الحالات انا نحكم على الواقع. الواقع يقول انه ثم ناس ابرياء في السجون، ثم محاكمات، ثم توظيف القضاء، ثم عزل واعفاءات القضاة بدون اي وجه حق، ثم تمرد على حكم المحكمة الإدارية بإعادة القضاة هذوما لمناصبهم ولوظائفهم، ثم محاربة لكل صوت حر، ثم ملاحقة للمدونين، ثم نصوص تجرم حرية الرأي وحرية التعبير المرسوم 54 سيء الذكر وغيره. إذا مسار كامل متدرج أصبح تضيق فيه مساحة الحرية رويدا رويدا. ولكن أنا قلت سابقا هو كشخص ما ثم حتى شيء كان يؤشر لأنه باش يولي دكتاتور ولا مستبد ولا استئصالي، ولكن هي السلطة واضح أنه هذه الإجراءات اللي كنت توصف فيها هل هو استبداد من استئصال؟ مازلنا ما وصلناش إلى مرحلة الاستئصال تقريبا، يعني لا يمكن وصف الرئيس قيس سعيد بأنه استئصاليا على نحو مثال ما تذكره عبير موسي على ما يتميز به الوطد الاستئصالي احنا نوصفه فيه. فرق بيناتهم ثم شخص يتكلم وما لقاش الفرصة باش يمارس، وثم شخص قاعد يمارس وعن طريق التدحرج، ما ثم حتى الدكتاتورية تستقر في أيام وإلا حكم استبدادي يستقر في أيام. عادة ديما الدكتاتورية والاستبداد وحتى الاستئصال يجي بالتدحرج ومع شهوة السلطة ومع اختلاق المعارضين وترعرع نظرية المؤامرة. للأسف الشديد كل هذا موجود حاليا، لوين ممكن يؤدي؟ إن شاء الله ما يؤديش للاستئصال، ولكن لو تذكر سي عامر عام ونص التالي كانوا يقولون هاكم تتكلموا هاكم تتحركوا هاي اجتماعات وكذا، بشوي بشوي المساحة ماشية وتضيق. نحن في التظاهرة الأخيرة قالوا لنا ما استعملوش مضخمات صوت وما استعملوش حتى المضخم اليدوي، فشوفوا الصحفيين معناها اللي كانوا يقولوا هاكم تتكلموا والمدونين يكتبوا، توا يوميا إحالات المدونين وتهم اتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية، والمحاكم بشكل شبه يومي قاعدة تنظر في قضايا حول تدوينات. نعم، وعلى أهمية الملف الحقوقي اليوم من المؤاخذات على جبهة الخلاص الوطني أنها تقريبا سقطت في زاوية التظلم الحقوقي دون التمسك بالموضوع السياسي أو بالشأن السياسي، على اعتبار أن الحل السياسي هو المدخل الرئيسي لإحقاق العدل ومنع هذا الانتهاك الحقوقي. يعني ما ردك على من يقول مثل هذا الكلام؟ يبدو لي مش دقيق، ممكن عنده نوع من الوجاهه، ولكن هذا امر فرض علينا فرضا. ما نجموش ما نحكيوش على المساجين السياسيين، ما نجموش ما ننظموش تظاهرات والندوات الصحفيه اذا تقع انتهاكات كبيره، والا في قضايا كما قضيه المؤامره وغيرها. معناها وقت يبدا ثم قاده سياسيين في السجون، وقت تبدا ثم اعتقالات شبه يوميه، وقت تبدا ثم تهديدات، وهذا من السقوط في الجزئي والتخلي عن الكلي كما يقول الدكتور. لا ما تخليناش، معناها ما نجموش ما نحكيوش عليه، ولكن هل هذا يغنينا عن الحديث في المساله الرئيسيه اللي هي مواجهه الانقلاب والخروج على الشرعيه الدستوريه؟ لا، ويبدو لي الخطاب هذا كان حاضر. لو ترجعوا في الوقفه الاخيره مثلا كان ثم مداخلات متنوعه واختيرت قصدا وقت الاعداد للوقفه حول الجانب الاقتصادي الاجتماعي، حول الجانب المؤسسي والدستوري والقانوني، وحول الجانب الحقوقي والمتعلق بالحريات والمتعلق بالمحاكمات. ولكن الكلمه الرابعه اللي كانت كلمه سي نجيب رئيس الجبهه سي نجيب الشابي كان فيها البعد هذا، البعد السياسي والحديث حتى على المستقبل وتحليل للوضع اللي تعيشه البلاد والاخطار اللي تهد البلاد، لانه في نهايه الامر نحن ماناش طرف يتصارع على سلطه، ماناش طلاب سلطه بشكل اساسي، نحن ناس مواطنين غيرين على بلادهم، وقاعدين نشوف في بلادنا للاسف الشديد تتهددها اخطار غير مسبوقه وخاصه ماشي في اثنين غلط.